الأقليات الدينية في العراق هي الروح الجميلة التي تمثل التعدد الديني في البلد، ووجودها يرسخ التاريخ العريق لبلاد الرافدين. لهذه الأسباب وجب تمثيلها نيابيا بصورة أفضل من سابقاتها، والأمر لا يتم إلا من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة لضمان حقهم في التمثيل النيابي. في الدورة السابقة كان لهم دور ممتاز جدا، وكان لهم دور في تشريع كذا من القوانين بما هو لمصلحة الأقليات، لذلك أعتقد هذا هو الطريق الوحيد. لا يوجد طريق آخر غير المشاركة في الانتخابات، ولا يوجد طريق آخر لتشريع القوانين ولإصدار القرارات في البرلمان العراقي إلا عندما يكون من يمثلك داخل هذه البرلمان، وعلى الأقليات جميعا الأخذ بجدية هذه الأمر لأن يكون لهم ممثلين من تحت قبة برلمان. هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها من حيث الرصانة وابتعادها عن التزوير، فبعد اتباع مفوضية الانتخابات آلية جديدة تمكنها من ضمان صوت الناخب، وجب مشاركة الأقليات الدينية وجميع العراقيين في هذا الحراك الديمقراطي. نتفق معا أن هناك حالات من الخلل في الثقة في العملية الانتخابية على أثر التجارب التي مرت في العراق، وحقوق الأقليات في التمثيل يأتي من ضمان العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها في التعبير عن صوت الناخب العراقي. أنا أطمئنك أن المنظومة السياسية اللي في العراق ممثلة في رئاساتها على المستويات الأربعة كانت حريصة جدا في أدق التفاصيل أن تقنن من عملية التزوير اللي جرى في المرات السابقة. هذه المرة تمت بمشاركة داخلية باتفاق الأحزاب، وبمشاركة عربية وبمشاركة دولية لكل المتخصصين في هذا المجال في محاولة لتقويض عمليات التزوير. إن لم يكن تمثيل الأقليات الدينية جيدا في البرلمان لربما لن يضمن حقهم في التمثيل السياسي، وأيضا قد تغيب القوانين التي تضمن حقوقهم. لذا وجب على العراقيين بمختلف دياناتهم النظر بجدية لهذه العملية الانتخابية والمشاركة الفاعلة فيها. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.